إليكم أحدث التطورات الثورية التي طرأت على عالم السيارات الكهربائية. اليوم أصبح من الممكن أن تقطع سيارة كهربائية مسافة تزيد عن 1000 كيلومتر في شحنة واحدة. حتى نقربها لك أكثر، بإمكانك السفر من دبي إلى الرياض بشحنة واحدة فقط. فالشحن المتكرر كل يوم أو حتى 3 أيام كان يعد عامل تثبيط لشراء السيارات الكهربائية، ويبحث السائقون عن سيارات كهربائية تمشي مسافات طويلة دون التفكير بضرورة الشحن كل بضعة مئات من الكيلومترات. والخبر الجميل لعشاق سيارات رام 1500 أنه تم صنع مركبة كهربائية تسير مسافة 1120 كيلومترا في كل شحنة. كلمة السر تكمن في خزان بنزين صغير مهمته شحن البطارية أثناء سيرها، وهذه السيارات تعرف بالهجينة القابلة للشحن. هذا نوع من السيارات نما بشكل مبهر أكثر من الكهربائية بالكامل أو الهجينة غير القابلة للشحن. في 2023 تم بيع 4,200,000 سيارة هجينة قابلة للشحن، وقد يصل الرقم إلى 10 ملايين بحلول 2030.